ويحسبوا بسهوله وينطقوا. هذا هو الهدف الاول ديال الاربع سنوات الاولى، وهذا هو نقول الاساس، لان اذا تمكنوا من هذا الشيء هذا غادي يمكن لهم ديك الساعه يستافدوا من الدروس الاخرى. اليوم كنعطيهم دروس متعدده من السنه الاولى وما كياخذوا منها والو، وكنوصلوا لاخر المطاف. وانتم كتعرفوا هذا الى واحد المستوى اللي عجبكم، واش كيوقع؟ ايه كنبداو نوزوهم السلك اللي من بعد بمعدل اللي هو غير مقبول، وكتعرفوا بان هذا المعدل كيوصل حتى 3 على 20 في بعض الحالات، وهذا شيء غير مقبول. هذا كيفيد ان كندوزو عاوتاني كوالدي كنلقاو تلاميذ اللي ما كيمكنلهمش تماما باش يستافدوا من الدراسه، وهذا هو اللي كيؤدي كذلك الى الهضم الدراسي احنا ماشيين والفشل. ولماذا عدد الناجحين في البكالوريا كيكون معدل اللي هو قليل؟ ولهذا هذه واحد العمل اللي هو اساسي فيما يخص المستقبل.